يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. عندنا صراحه موضوع يعني انا كثير متحمس عليه. في نجوم كثير مشاهدينا حول العالم تكلموا بالفتره الاخيره عن مشاكلهم مع الشهره والنجاح، وبالتحديد اتطرقوا لمدى تاثير اصدقائهم على حياتهم. وهنا يعني ممكن ما ناخذ بس النجوم كمثال، حتى احنا صداقاتنا قد ايش بياثروا علينا كل يوم. الاصدقاء المقربين بيكونوا مصدر الهام في بعض الاحيان، هم مصدر امان، مصدر دعم ومحبه، ويمكن مثل ما يقولوا بير لاسرارنا. لكن ايش اللي مفروض نقول لصديقنا المقرب وايش اللي مفروض ما نشاركه معه؟ هل نسمح للصديق المقرب بانه ياثر على قراراتنا وخطواتنا في الحياه ولا لا؟ هذا هو موضوعنا. في كليب ما قلتوا لي انه في كليب. معنا اليوم صديقتين جدا مقربين زي ما يقولوا best friends، يعني عندنا لميس من بيروت وانتوانيت من القاهرة. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الورد. هلو هاي انتوانيت، سمعتنا؟ صباح الخير عليكم. صباح النور. سمعتكم. صباح الوردي، اهلا وسهلا. اول شيء ابغى اعرف انتم كيف بيست فريندز وكل واحده في بلد؟ جود كويستشن. لا واحنا كنا مع بعض في نفس البلد بس مع كل واحده فينا في بلد ثانيه. يعني فواتير التليفون تطلع كام مثلا عشان اعرف؟ احنا تعرفنا من الجامعه 200 دولار مثلا. لا ما هي الحمد لله زمان فعلا قبل فيس تايم اوديو كانت كده. يا ذاتس ترو. لا يعني بس 4G سايكل بيبتدي من تاني 4-5 مرات في الشهر عادي. بس عادة يعني زي ما يقولوا اللونج ديستنس ولا اي احد يسافر او يبعد ومو موجود كل يوم تفقد الصداقة هذه، الحب والمشاعر يعني تهدى شويتين ولا لا؟ ولا انتوا كيف خليتوها؟ يعني هو احنا اصلا واحنا بنسافر لبعض كتير على قد ما نقدر طبعا، يعني ممكن انزل مصر مرتين وهي تيجي مره ونقعد في التليفون في الساعات والكلام ما بيخلصش اصلا ومش عارفه يعني هي بجد هي جت كده. ايوه لا احنا نصحى الصبح نتكلم الكوفي امتى، هتطبخي امتى، هتعملي امتى، كل حاجه امتى. فاللي هو جامعة اصحاب وبعدين اكشلي هم كانوا 4 سنين وبعدين هي سافرت وبعدين يعني ات هابند لايك ذات. معرفش بس ات واز نوت ايزي صراحه لانه فعلا كل واحد فينا في بلد. بس حلو حلو يعني صراحه الواحد لما يلاقي صديق يقدر يثق فيه ويحبه لازم ما يستغنى عنه حتى لو سافر بلد ثاني. ودحين ما شاء الله السوشيال ميديا الزوم السكايب هذا كله يساعد على التواصل. بس انا ابغى اعرف قد ايش بتتدخلوا بتفاصيل حياه بعض، يعني قد ايش تشاركوا بعض في الحياه؟ انت متخيله قد ايه؟ بصي احنا بنحكي كل حاجه لبعض تقريبا، ولو مش هنحكي دلوقتي هنحكي بعدين. واللي مش عايزه تحكي للثانيه عادي ممكن ما تحكيش. فاحنا مش بنتدخل قوي يعني، احنا يعني وي دونت ستيب ان، بس ممكن يعني ورا الكواليس بندي بعض نصيحه عشان اي وانت تبقى احسن واحده عشان بحبها، عشان ممكن يبقى عندي وجهه نظر هي لسه ما فكرتش فيها. ف يعني هيدا الاكستنت بتاع التدخل يعني. ممكن يعني لو عايزه مثلا تو درايف سلوور. لا بس طبعا يعني it wasn't always like that. يعني كنا زمان we used to step in until عرفنا الليميتس. يعني ممكن ابقى عارفه ان في حاجه وهي عارفه ان انا عايزه اقول لها حاجه بس خلاص انا عارفه انها she's not open to listen at the moment. فبس مستنيه the time when she's open انها تسمع بس هي بتبقى عارفه ان انا عايزه اقول لها حاجه وانا ببقى فاهمه ان هي فيها حاجه وخلاص يعني فهمنا بعض. يقولوا دائما جاور السعيد تسعد، وفي نفس الوقت الصديق يكون اكثر شخص بيلهمنا بقراراتنا اليوميه. فلما يكون عندكم قرار كبير وسالتي لمي سالت انتوانيت او العكس، قد ايش بتسمحي لها انه تاثر على قرارك حتى لو قالت لك شيء انت ما عجبك؟
لا بسمح لها عادي عشان في تراست باس ما بيننا وبين بعض، لانه اي نو ما فيش اي جالسي جايه منها، ما فيش اي في بيور لاف، في بيور يعني بجد يعني فعلا في قدامك حد هو فعلا عايز ذا بيست انترست فور يو. ف يعني انا وتونا اصلا عملنا نفس المشوار، يعني احنا الاثنين اشتغلنا على البيرسونال ديفلوبمنت بتاعنا اصلا بقالنا 15 سنه صحاب تقريبا، ما شاء الله. فاحنا خلاص لما بنكلم بعض ما فيش غرور، ما فيش جادجمنت، ما فيش سوء نية. فانا عارفه اصلا هي اصلا ممكن تديني هير الاوبينيون بتاعتها وبعدين تقولي برضو شوفي او اسالي حد بيعرف اكتر بروفيشنال اكتر في الموضوع ده. ف يعني ما اتخانقتوا يا لميس؟ معقوله 15 سنه صحبات وما اتخانقتوا؟ لا طبعا بنتخانق كل يوم. لا خلينا وقطعنا بعض، ايه ده عادي. من كم شهر لما جت من ثانيه. لا بس عندي سؤال مهم، انت تكلمتي انه انتم بتحبوا بعض وتحبوا الخير لبعض، وقلتي لي انه اشتغلتوا على الديفلوبمنت كان انت ولا اتوانيتا يا لميس، لكن اوقات اللي يحصل بين الصحبات انه يمكن في واحده مثلا تكبر وفي واحده لساها مكان، او مثلا واحده تتزوج وواحده لا، او مثلا واحده تلاقي وظيفه كبيره وتنجح وواحده لا، ما تحس انه هذا الشيء ممكن يسبب هذه الغيره؟ في ناس يقولوا لنا غيره كويسه بس انا ما اعرف بالضبط. اوكي ما تحسوا هذا الشيء موجود بينكم؟ احنا مش بنهزر، يعني انا متجوزه تونا ساعات في البروفيشنال لايف بتاعها هي في حته وانا في حته يمكن، ولا لا يعني بجد خالص مش عارفه اي كانت اكسبلين ات. هو فعلا ما فيش غيره، ما فيش حتى ماي جوزي هو يعني وير ذير فيري جود فريندز، ويعني مش عارفه هي كده. وإيش رأيك يا أنتوانيت؟ لا ما لهاش علاقة، لأنه في الآخر what you care about is the person. أنت فارق معك الشخص بتفكيره. طبعا كان في فترات كتيرة في حياتنا مختلفين في التفكير، مختلفين في الانترست، مختلفين في الاتجاهات، بس at the end of the time you always do بتعملي على طول مجهود أنه يعني مش وهذا الاختلاف ما أثر يعني على الصداقة. أنتوانيت طبيعي أنه يبقى في اختلافات، لكن الاختلافات لا، لانه ما كانش في وراء اي باد انتنشن. يعني لو انا شايفه حاجه بمنظور وعايزه اكمل فيها بالمنظر ده، وكنت على طول بتكلم معاها لو هي شيز هافينج اني كايند اوف تشالنج، لو عندها اي نوع من التحدي في حياتها كنت بكلمها من وجهه نظر مثلا اللي انا شايفاه بين على حاجه انا شفتها هي لسه ما شافتهاش. لما جه الوقت هي شافتها يعني، ودي حصلت في حاجات وهي عملت معايا نفس الحاجه يعني في حاجات، فما لهاش علاقه بصراحه يعني بالحاجات دي خالص صراحه. انتوا يعني انتوا الاثنين لزاز مره بصراحة يعني، والله خليكم لبعض. ويعني قليل ما تشوفوا صداقات كذا هذه الأيام، يعني للأسف كثير نشوف أن صداقات استمرت طويل لكن تسمعي بمفاجأة أو قصة مفاجأة تخرب هذه العلاقة، فالله يخليكم لبعض. ولأنه في هذا الزمن الواحد يحتاج هذا البست فريند زي ما يقولوا.